الإطار يتمسك بالحوار ويتلقى إشارات إيجابية للشروع بمبادرة الحل الوطنية تمهيدا لتفكيك الأزمة المستعصية. تأخر إقرار الموازنة يشل اقتصاد البلاد ويعطل عمل المؤسسات، وفي الصدارة إيقاف عجلة التنمية والاستثمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. لا تزال أزمة تعليق عمل البرلمان من خلال السيطرة على مبناه قائمة، وما أفضت لحالة استخدام الشارع كأوراق أخيرة في لعبة المفاوضات، ولدرء هذا الاستخدام وما ينتجه من حالة تعمق الأزمة، عرض الإطار الشيعي مبادرته على الأطراف السياسية السنية والكردية بغية التهدئة وتقريب وجهات النظر بين الكتل المتضادة تحديدا في المواقف، من خلال حوار وطني شامل يجزئ نقاط الاختلاف ويفككها مرحليا، بعد ذلك وصولا لإجماع في من يرسم ماهية المرحلة المقبلة. أما في ملفنا الثاني من حصاد الليلة، فإن عدم التوافق السياسي الذي أثر في التئام البرلمان وإكمال ما يقع عليه من مهام والمضي بإعداد قانون الموازنة المالية للعام الجاري سريعا ما انسحب على الوضع الاقتصادي، فأبرز القطاعات أصيبت بشلل تام، وتأثرت حياة المواطنين في ظل اعتماد آلاف العمال على المشاريع الاستثمارية المرتبطة بتلك الموازنة، والتي تعد الأداة الرئيسة لتحقيق السياسات العامة للدولة، وهي بمنزلة الضرورة التي لا مناص منها وضمن قيد زمني معين يتم مراعاته. لكن وبسبب ما تقدم إن عدم إنجاز هذا القانون ألحق أضرار جسيمة بمصلحة الدولة والأفراد على حد سواء. إذن مشاهدينا الأحبة، هذه ملفات حصادنا راح نناقشها تباعا مع ضيوفنا، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. الحل الوحيد والامثل لازمه الانسداد الخانقه طاوله تجمع عندها الاوراق التفاوضيه المتعاكسه في اتجاهاتها، ما يؤمن الخروج من مازق الصراع السياسي ويعطي الضوء الاخضر برسم خارطه المرحله المقبله، ليطرح خارجا كل نذر الشؤوم التي تذهب الى غير ذلك. نفتح هذا الملف مشاهدي الاحبه، لكن بعد أن نتابع تقرير الزميل علي حبيب. على وقع انسداد سياسي خيم على المشهد منذ قرابة 10 أشهر، يتحرك قادة الإطار الشيعي من أجل التأسيس لمرحلة جديدة عبر مفاوضات كانت محل ترحيب من قبل القوى السنية والكردية، تحمل عدة مضامين وتستهدف استبيان موقف هذه الأطراف من عقد جلسة نيابية خارج البرلمان في مقبل الأيام لتسمية ما تبقى من الرئاسات. فالتواصل الأخير بين أحزاب بغداد والشمال حرك الحوارات الكردية أيضا فيما يتعلق بملف رئاسة الجمهورية. استبيان الموقف من قبل القوى الكردية بالدرجة الأولى عما يحدث من انقلاب على الشرعية، وكذلك استبيان موقفهم ووضوح في المفاوضات إلى أين وصلت مفاوضات القوى الكردية بخصوص انتخاب مرشح رئيس الجمهورية، وكذلك أيضا إعطاء القوى الكردية الموقف من ما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، هل هم متفقين مع القوى الشيعية؟ وأعتقد أن القوى الكردية أبدت تجاوبا في هذا الإطار. المواقف السياسية المعلنة أو غير المعلنة والإشارات الصادرة تبعث برسائل إيجابية تلقاها الشارع العراقي، على أمل أن تنهي حالة الاحتقان السياسي الذي انسحب نحو الشارع وبدأ يضرب الحياة العامة بكل تفاصيلها. ولا بد من الركون إلى الحوار وتعزيز الجهود في جمع الشركاء والأضداد على طاولة الحوار الوطني.
عليها أن تسرع الكتل السياسية في إنهاء الاحتقان في الشارع العراقي والضغط الشعبي على عدم وجود موازنة وعدم وجود حكومة وعدم وجود رئيس للجمهورية وعدم وجود مسير طبيعي للعملية السياسية. وأمام المعطيات التي تغذي هذا التفاؤل والذي يبدو سمة الحاضرة بعد الجولة الأخيرة التي اتفق الجميع فيها على تسييد لغة الحوار، تذهب توقعات إلى أبعد من ذلك، حيث رجحت هذه المصادر أن لقاء قريبا سيجمع العامري بالسيد الصدر، خاصة مع تأجيل الأخير مظاهرات السبت التي حشد لها قبل أيام من الآن، على أمل الوصول إلى حلول وسطية تبعد الوجهات مجهولة المآلات. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين أستاذ سعد اللامي المتحدث باسم ائتلاف النصر، حياك الله أستاذ سعد ضيفا كريما، مرحبا بحضرتك، وكذلك ضيفا كريما في الاستوديو الأستاذ عباس العرداوي رئيس مركز ارتقاء للدراسات الاستراتيجية، حياك الله أستاذ عباس. بدأ مع حضرتك أستاذ سعد، يعني استخدام ورقة الشارع يعني أحدثت تفاعلات كبيرة بالعملية السياسية، ولكن أيضا استخدام ورقة الشارع من الإطار التنسيقي لربما كانت هنالك ضرورة بالإسراع في تشكيل الحكومة، عدة مطالب منظمة نراها قبالة التظاهرات التي خرجت، مدى فاعلية هذه المطالب التي خرج بها الإطار؟ مساك الله بالخير أستاذ أحمد، وتحية لبرنامجك ولقناتك وللأستاذ الضيف. بالتأكيد التظاهر السياسي بالنتيجة يختلف عن التظاهر الشعبي الصرف. ما حدث الحقيقة سواء كان من طرفي الصراع على مستوى الإطار أو التيار الصدري هي تظاهرات سياسية بحتة، وكانت تحمل في طياتها يعني مطالب محددة باتجاهات مختلفة لمتوازيين لا يلتقيان، وكنا الحق دائما نراهن على أن نهاية الصراع أو وجه الصراع يجب أن ينتهي بالحوار، يعني لابد أن ينتهي الحوار حتى وأن وصلنا إلى قمة الصراع. وصلت يعني هذه التظاهرات بتضادها إلى قمة صراع، أدت بالنهاية إلى انفراجة ربما يعني يوم أمس وقبل يوم أمس، من أن هناك ملتقيات لابد أن تكون حاضرة بين طرفي الصراع وهما يعني سواء كتلة التيار الصدري أو حتى يعني تجمع الإطار التنسيقي. بالإضافة إلى ذلك يعني انضم إلى هذا الحقيقة الانفراج هو وجود انفراج على المستوى أيضا البيتين الكرديين، وبالنتيجة انعكس على كل المستويات السياسية، هدأت بعض الشيء. ولكن في كل الأحوال التظاهرات هي لم تكن هي العامل الفاعل الناتج لهذه الانفراجة، يعني ما حصل بالحقيقة هو وجود تداعيات ربما أحدثتها وجود هذه التظاهرات، بمعنى أن هناك أزمة كبيرة انعكست على الشارع العراقي، البلد يعاني من أزمات مختلفة في مقدمتها التصحر الذي بدأ يعني ينقلب كالسحر على العراق، ونحن يعني لازلنا منشغلين بصراعاتنا السياسية التي ربما ممكن أن تحل بأي طاولة حوار، ونتيجة ما سمعنا هذا اليوم يعني من أخبار إن شاء الله مطمئنة للجميع. أقول يعني عملية اللجوء إلى الشارع يعني تحديدا نحن في ائتلاف النصر لدينا وجهة نظر الحقيقة فيها، يعني لا نحبذ كثيرا عملية الصراعات السياسية أن تنعكس وتذهب إلى الشارع يعني عن طريق هذه التظاهرات، رغم يعني مؤمنين أن الدستور كفل حق التظاهر، ولكن عندما يكون هذا التضاد التظاهر في يعني عبارة عن تظاهر سياسي و هناك ربما يحدث صدام ما ربما يخلق الكثير من المشاكل التي لا يحمد عقباها. النتيجة الحقيقة الآن هي نتيجة خرجت بمعزل عن ما قامت به هذه التظاهرات، لم تؤتي ثمارها هذه التظاهرات. يعني ستتحدث عن تظاهرات التيار الصدري التي كانت الغاية منها الذهاب بعملية حل البرلمان العراقي، وجودهم واعتصاماتهم إلى الآن في هذه المنطقة تحديدا لم يوافق عليه على أقل تقدير، عندما طلب عن طريق بيان رسمي من القضاء العراقي التدخل لم يتم الموافقة على هذا الشيء.
وبالتالي لا يزال الموقف قائم بأن البرلمان لا يزال قائم. ممكن أن نذهب إلى عديد الخيارات والنتائج من خلال الجلوس للحوار والبحث في هذه المطالب، سواء كانت من قبل التيار الصدري حتى من قبل إطار التنسيق. طيب أستاذ عباس جد ترحب بحضرتك. أيضا من منطلق ورقة الشارع واستخدامها من قبل الإطار والتيار، عندما ينادي التيار بعدم انعقاد جلسة مجلس النواب، انتخابات مبكرة، عدم تشكيل حكومة، عكس هذه المطالب يعكسها الإطار في تظاهراته واعتصاماته. أيضا جاءت هذه المطالب ضمن يعني خارطة الطريق اللي يسعى لتحقيقها السيد هادي العامري عبر الوساطة بين الأطراف الكردية والسنية وحتى الشيعية. نتحدث عن تسريبات اجتماع العامري مع القوى السنية والكردية اللي جاءت في ثلاث نقاط: عقد جلسة خارج البرلمان، تشكيل الحكومة، حث الأطراف الكردية لحسم منصب رئاسة الجمهورية. بالتالي مدى إمكانية تطبيق هذه الخارطة على أرض الواقع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ أحمد، تحية لك ضيفك العزيز ولجمهوركم ومتابعيكم الكرام. طبعا انا فقط قضيه انه أن نضع المقارنه ما بين شارعين او ما بين فعاليتين، سواء كانت اعتصام هنا او اعتصام هنالك، علينا ان نقرا الموضوع من زاويه الاستراتيجيه التي يعتمدها كل طرف. الاساس في ذلك هو بدا يعني الثمره، يعني اليوم اللي وصلنا له حقيقه من نتائج هي ثمره لتحركات مسبقه. هنالك من يحاول ان يفرض اراده سياسيه بغض النظر عن طبيعة القانون، طبيعة الدستور، طبيعة التوافقات، طبيعة توقيع الاتفاقيات، طبيعة النظر إلى بقية الشركاء والذهاب باتجاه رؤية منفردة وعزل الآخرين. هذا من البداية الإطار كان ضده وكان رافضا له، وبالتأكيد هو بدأ من لحظة رفض النتائج التي شاهدنا بها هذه اللحظة، وكانت يعني واضحة جدا أنه قضية إقصاء كل القوى والبقاء برأي سياسي واحد واحتكار الشارع. الآخر الذي يذهب باتجاه يعني التعامل الاستراتيجي مع هذه القضية ينظر إلى أهمية المصلحة العامة حينما يرفع الإطار شعار شرعية الدولة، هيبة الدولة، حفظ القضاء، هو بالتأكيد يحافظ على حصون الدولة العراقية ويحافظ على قيمها ويحافظ على مبادئها ويحافظ على نقطة انطلاقها. التحفظات على العمل السياسي وتحفظات على المنجزات الكل يتحفظ عليه، لكن في نفس التوقيت على الجميع أن يتحمل المسؤولية. ليس فقط من بإقصاء الإطار أو قوى الإطار سوف تتفكك كل ملفات الفساد، ولا تنتهي السلطة التشريعية من إخفاقاتها في عدم تشريع القوانين، ولا تنتهي رئاسة الجمهورية من عدم تدخلها بمفاصل قد لا تكون هي بمستواها القانوني أو الدستوري، وغيرها وغيرها من الملفات. الأصل في ذلك أنه الانطلاقها هنا السيد العامري تحرك برؤية وطنية حرة رغم كل الإساءات التي أسيء إليه به، وكل النشر المسيء وكل الردود التي قرأناها سواء كانت رسمية أو غير رسمية من صفحات أو غيرها تتحدث عن الإساءة إليه، لكنه تحدث وتحمل المسؤولية كشيخا للإطار وذهب مستخدما العلاقة الطيبة مع السيد برزاني. ولاحظنا السيد مدير مكتب مسعود برزاني يقبل السيد العامري عن كتفه واستقبله استقبال كبير، وبالتالي هذا يوصل رسالة على أن هنالك خطوط مهمة جدا يتم التعامل معها لرسم استراتيجيات. نعم، عقد الجلسات ممكن أن تعقد في أي مكان، البرلمان ليس حصرا وحكرا على السلطة التشريعية في أن يكون وجودهم فقط في هذا المكان الجغرافي، ممكن تعقد في أي مكان في العراق وهذا موضوع مباح جدا، لكن الذهاب نحو حل للأزمة. أشار ضيفي الكريم أستاذ سعد إلى أن وجود بعض الحلول، منها قضية الحوار الذي أطلقه رئيس الحكومة، ومدى الاستجابة سوف تتبين خلال الأيام القادمة، ومدى التعاون معها. الأصل في ذلك هو نذهب إلى الحل، هذا الذي يتحدث عنه الجميع. نعم، حل الأزمة وحل البرلمان لا لا حل الأزمة حل البرلمان حتى خاف نأخذ من كلامك بعدين نقول لا حل الأزمة حل البرلمان طيب. منتهي هذه القضية. عضلت كلام الأستاذ سعد اللامي حول مبادرة رئيس الوزراء للحوار الوطني والدعوة لهذا الموضوع، ودعا كل القوى السياسية للاجتماع يوم غد في القصر الحكومي وإيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي. طيب هذه المبادرة تعضد مبادرة السيد العامري وتخفيف حدة التوتر في الشارع وحتى الإعلام؟
يا اخي حتى بيانات وتغريده سماحه الشيخ الخزعلي، البيانات اللي صدرت من القوى السياسيه وقوى المقاومه، الكلام اللي ظهر به السيد المالكي في بدايه 1 محرم، في 10 من محرم، غيرها، كانت واضحه جدا. هي تتحدث عن ذهاب الى حل داخل السلطه التشريعيه، لكن للاسف احنا غائبه عندنا السلطه التشريعيه كرئاسه. وين السيد الحلبوسي في هذه المعادله؟ طيب احنا ذاهبين باتجاه هذه الخطوط اللي نذهب الى حوار تحت قبه في القصر الرئاسي او القصر الحكومي على عيني والراس، هذا ما معترض عليه قوى الاطار، لكن بالنتائج هل سيلتزم البقيه ان تذهب الحلول؟ الكل جاي يتفق، حركه السيد ابن اسخر، الحركه الداخليه، الخيارات اللي طلعت من بعض القوى السنيه، اليوم شاهدنا بعض الاراء صدرت المشهد أن اليوم الذهاب يجب أن يكون داخل المساحة التشريعية، والنظام نظام برلماني، كل الخيارات ماردة به، سواء كان حل البرلمان، سواء عادة الانتخابات، لكن هذا يجب أن يمر بمساحة دستورية. احنا بالأصل نريد نحافظ على المنجز العام اللي هو النظام السياسي. نعم تعديلاته فعليا مؤشرات كثيرة. نعم. إذا حافظ على المنجز العام أستاذ عباس، والسؤال للأستاذ سعد، يعني نذهب إلى الجلوس إلى طاولة حوار بطبيعة الحال، التشنجات يعني إلى متى يكون تشنج بالأمور السياسية ولا نقطة للقاء بين الزعماء؟ تسريبات غير مؤكدة تتحدث بأنه سيكون هنالك لقاء قريب مع زعيم تيار الصدري وزعيم تحالف الفتح، في الأغلب سيكون يوم الخميس، هكذا رشح من بعض التسريبات. ما مدى صحة هذه التسريبات؟ وهل نأخذ دلالة تأجيل التظاهرات المزمع خروجها يوم السبت دلالة على ذلك؟ يعني هو بالتأكيد التغريدة اللي صدرت صباح اليوم من قبل سماحة السيد مقتدى الصدر دليل واضح على أن حدث اتصال يوم أمس بين السيد هادي العامري وسماحة السيد مقتدى الصدر، بالتأكيد ربما حدث إما بعد عودة السيد هادي العامري أو حتى خلال انتهاء من الجلسات الحوارية اللي تعاقدها في يعني إقليم كردستان. واضح جدا أن هناك أطراف يعني حاولت خلال الفترة الماضية أن تجري اتصالات مع عديد الأطراف، سواء كانت في الإطار التنسيقي حتى مع قيادات التيار الصدري بالإضافة إلى السيد مقتدى الصدر. هناك تدخلات يعني حاولت أن تغير او تعدل ومن المسافه التي اصبحت بهوى واسعه ما بين الطرفين. النقاط التي ممكن ان تلتقي بها كل الاطراف، لا تزال كل الاطراف تحترم على اقل تقدير عدم اسقاط النظام السياسي في العراق، بمعنى ليس من الصحيح ان نذهب الى ان نهدم كل يعني العمليه السياسيه في العراق، وبالتالي انت لا تزال تحتكم إلى الدستور ولا تزال لديك قضاء محترم، قضاء العراقي، ويشهد له القاصي والداني بهذا الصدد. الغريب في الموضوع الحقيقة يعني أعقب على ما ذكر أستاذ عباس، أنه بعض الشخصيات السياسية ركنت يعني انزوت جانبا ولم تحاول على أقل تقدير أن تظهر علامات يعني عدم رضاها عما يحدث من تنابز وتنازع كبير ومخيف وصلت الى مدايات ربما كان في يعني استاذ احمد الايام الماضيه في التظاهرات كنا نخشى من ان تنطلق اطلاقه واحده، لو اطلقت اطلاقه واحده من اي طرف معين او حتى يعني يكون هناك من يبحث عن الفتنه كان حصل الحقيقه الكثير من التداعيات التي ربما لا يحمد عقباها. هذا بالنتيجة يعني يكون مردودة سلبي على كل البيوت العراقية السياسية وليس فقط على البيت السياسي الشيعي. ربما يوم غد الأربعاء لا أخفيك يعني هناك يعني دعوة من قبل السيد مصطفى الكاظمي للحضور، لوجه دعوات للزعماء السياسيين للجلوس في القصر الحكومي، وبالتالي يعني أتوقع أن يوم غد سيشهد مثل هكذا الجلسة، حتى وأن شهدت غياب بعض الشخصيات، ولكنها بداية طيبة على أقل تقدير، ممكن أن يتم الترحيب بها من قبل أطراف أخرى، وبالتالي تحاول الزعامات الشخصية السياسية بشخصها أن تحضر إلى هذه الحوارات في الجلسات القادمة. المبادرات ربما يعني الكثيرة التي أطلقت، ومنها يعني حتى مبادرة قوى تحالف الدولة
مبادرات ايضا الدكتور العبادي، السيد العامري، اعقبها ايضا مبادره السيد مسعود البرزاني، ثم دعوه السيد الكاظمي الى الحوار. هذه الحقيقه كانت مبادرات بمجملها طيبه للتهدئه، للذهاب الى يعني على اقل تقدير نقاط ممكن ان يتم اللقاء من خلالها بدء الحوار. قلنا قبل قليل، ذكرنا ان عدم القبول بالجلوس مع الاخر لا يولد نتائج تذكر، يعني لا يمكن لك ان تبقى متخاصما مع الطرف السياسي الاخر ولا تقبل الجلوس الى طاوله الحوار، حتى وان خرجت هذه الحوارات باختلافات ولم تشهد اتفاقات بالنتيجه، ممكن ان هذه الاجواء ممكن ان تهدئ كثيرا من الاحتقان الحاصل. ولكن الخشية أن هناك لا تزال بعض علامات الاستفهام من قبل أطراف معينة للجلوس في هكذا حوار. هذه ربما يعني يحاول السيد هادي العامري من خلال يعني بدء محادثاته مع أطراف سياسية متعددة، يحاول أن يعني يذيب هذه الكتل الجليدية الموجودة. نعم أستاذ عباس، لما يصف السيد اللامي بأنه حوارات رئيس تحالف فتح هادي العامري مع كل الأطراف حتى يذيب هذا الجليد على حد تعبيره، نلاحظ بأنه هنالك تهديد للمنتظم السياسي السني عبر حل مجلس النواب، تهديد إلى المنتظم السياسي الكردي عبر عدم اختيار رئيس الجمهورية، وكذلك التهديد داخل المنتظم السياسي الشيعي في عقدة رئاسة الوزراء ومن سيكلف بتشكيل الحكومة. بالتالي مبادرة السيد العامري بالإضافة للمبادرات الأخرى من قبل القادة السياسيين، ما المفروض أنه تعطي هنالك بادرات حسن نوايا من هذه الأطراف الثلاثة حتى نصل إلى المحصلة النهائية التوافق الشيعي الشيعي؟ ملاحظة دقيقة أستاذ أحمد، وتحدثنا عنها منذ البداية وقلنا أنه اللي يراقب أنه فقط الحراك داخل البيت الشيعي هو ليس في مأمن وسكون وسيكون الموضوع لديه يعني أزمة داخلية وتنتهي، لا، يعني اليوم انعكاساتها واضحة. ولا أنت شنو وضعية السلطة التشريعية ورئيس البرلمان، برلمانه بهذه الحالة يتحول وظروف المحيطة به وكل هذه القضية وهو لا يعني لا حس ولا نفس، يعني ما نعرف هسه هو في حكم الغائب، حكم الهارب، تشريعا قانونا شنو وضعه سيد الحلبوسي غير رئيس السلطة التشريعية اليوم يدعو البرلمان هسه التي يدعو للانعقاد حتى ما تستفز الأطراف على عيني وعلى رأسي، ادعو له حوار، ادعو له تفاهمات، ما نعرف يعني موقفه شنو هو، مع الإطار يبحث عن تضمينات وتطمينات أنه خاف نعقد جلسة وطلعوني من البرلمان، مع التيار موقفه ما نعرف حقيقة، هذه مشكلة. القوة الكردية طرحت بعض المبادرة وتم التعليق عليها من قبل الإطار، لكن يبدو أنه عامل الاستجابة لها من الأخوة في التيار ما كان مناسب. الحديث عن رئيس حكومة رئيس جمهورية أخو هذا نص الأزمة، ليش ما حد جاي يتحدث عنه؟ ونص الأزمة اليوم رئيس الحكومة وترشيحاتها إطار أو تيار، لكن النص الحقيقي والسهم الأكبر هو وجود مرشحين، سواء مرشح الديمقراطي أو مرشح الوطني، ووجود مرشحين آخرين ومستوى الملتقيات وتعقد جلسات وحوارات، لكن ما جاء توصل نتيجة. لعله خلال هذه الأيام وبالوساطة اللي تحركت بها القوى السياسية الأخرى ممكن أنه تنتج شيء، لكن بالأخير بوضع الأمور بين أصحابها والحديث بشكل صريح عن تحمل المسؤولية، هذه نطينا رسالة مهمة جدا علينا أن ننتظر، يعني باكر من تعبر الأزمة حقيقة، لا يجي بعض الآخرين ويقولوا إحنا كنا جزء من الحل في حين هو غائب بشكل كامل. التربص بالبيت الشيعي ما راح ينتج إلى لا سمح الله إلى مشكلة تستفيدون من عندها، لا حرب أهلية لا سمح الله ولا غيرها، باعتبار أنه لدينا ضوابط مهمة جدا، الضابطة الشرعية والضابطة المرجعية والضابطة العشائرية، كل القوى تختلف، تيار وإطار يختلفون على المستوى السياسي إلى أقصى اليمين وأقصى الشمال، لكن ما يقدرون حقيقة يتجاوزون مستوى الخلاف إلى غيره، باعتبار أنه عشائر مشتركة وأوائل مشتركة وأبناء مشتركة، إحنا في بيت واحد، تلقى اللي مع التيار وتلقى مع الإطار وغيرها. هذه العوامل حتى عوامل الشحن أنا أشك حقيقة، وهي أنا أحب أسجلها من خلال شاشتكم، أنا أشك حتى في عوامل الرد، يعني جاي نشوف ردود علينا بتويتر أو بالوسائل التواصل الاجتماعي، عشرات يشلعون ويحجون ويتكلمون، هذا مو هذا، متأكد أنا هذا طرف ثالث يحاول أنه يشعل فتنة ويحاول أنه يشكك ويحاول أنه يتفاعل، عشرات الذباب الإلكتروني يحاول أن ينتج حالة من الصد، بالأخير اكو اذا تلاحظون
خلال هذه الفترة أكو هدوء اتجاه بقية المشاكل الأساسية بالاقتصاد العراقي. اليوم عندك وزير المالية قدم استقالته، هذا مؤشر على أن هذه الحكومة هي غير جادة بالتعامل السليم مع قانون الأمن الغذائي. طيب، هذا مؤشر خطر جدا. عندك مؤشرات متعلقة بحكومة تنتهي صلاحياتها كتصريف أعمال، على أي أساس باقي لحد هذه اللحظة هذا الضغط؟ هذا أكو من يستفيد حقيقة من حالة الأزمة ومن حالة المشاكل وبالتالي تداعياتها ونتائجها. فبالتالي هذا المهم جدا، وأشرت جنابك الكريم إلى ملاحظة أنه بقية البيوتات وبقية الشركاء بالعملية السياسية هم أيضا مسؤولين عن إنتاج هذا النظام السياسي، ومسؤولين وعليهم مثل ما استفادوا من امتيازاته عليهم أن يتحملوا إخفاقاته. نعم، بقيت التفاتة أخيرة أستاذ سعد، لما تعلمنا بالتحليل الإعلامي بالتحليل السياسي بأنه إذا أردت أن تصل إلى الثابت عليك أن تربط متغيرات الخارج مع متغيرات الداخل. هسه اليوم نلاحظ أنه استقبال السيد العامري مبعوثة الأمم المتحدة جيني بلاسخارت والحديث عن الشأن السياسي، وقبلها كان لها لقاء مع السيد الصدر، بالتالي الأمم المتحدة يعني هل تستطيع الدخول على خط تدعيم مبادرات الحوار بالتالي إلى الوصول إلى حلول معينة؟ يعني الحقيقة سؤال ذكي جدا، في عديد المناسبات طرحت الحقيقة فكرة ربما البعض لم يتقبلها والبعض الآخر يعني استطاع أن يبحث عما طرحت ما بين السطور وفهم الرسالة. أقول أحيانا الصراع عندما يصل الصراع الداخلي عندما يصل إلى أوجه ومحاولات التهدئة لا تسعفك وتدخل أطراف داخلية لا تتمكن من أن تجد على أقل تقدير جوا معتدلا هادئا ل يعني جلوس الأطراف السياسية المتخاصمة المتنازعة، أنت بحاجة إلى أن تبحث عن وسيط إقليمي ودولي. تحدثت عن أن الممثلة الأممية تعتبر يعني وسيط دولي في هذا الشأن، هي التقت مع سماحة السيد مقتدى الصدر والتقت مع أطراف سياسية أخرى، وبالتالي ممكن أن نقول أن من خلال لقاءاتها مع وجود التحرك الحقيقة الأخير للسيد هادي العامري بالاتفاق مع أطراف الإطار التنسيقي بالذهاب شخصيا بشكل شخصي ولوحده يعني، وهذا الحقيقة أيضا مثير يجب أن يكون مثير للانتباه، عدم يعني زج قيادات أخرى معه في جولاته كان حقيقة عامل ربما مهدئ كثيرا في يعني أن تكون هناك مقبولية. لا بأس الأمم المتحدة أن ترسل رسائل تحاول من خلالها أن تعيد الهدوء إلى الساحة السياسية العراقية، سيما وأن يعني الساحة الإقليمية والدولية تشهد الحقيقة الكثير من الأحداث المتسارعة مؤخرا، والصراع يعني القطبي الصراع الروسي والأمريكي بدأ ينعكس سلبا على القارة الأوروبية، وحتى يعني يمكن التداعيات يعني الآن نشاهدها بشكل واضح على القارة الأوروبية، سيما وأنهم لم يدخلوا الآن إلى فصل الشتاء وهم بدأوا يعانون من مسألة الطاقة ومسألة كثير من وجود يعني التغييرات المناخية والتضاريسية. العراق ليس ببعيد عن هذه التداعيات، والعراق ممكن أن يتأثر بهذا الصراع الإقليمي الدولي، والعراق أيضا الحقيقة يعاني من مسألة أن الكثير من التحديات الإقليمية والدولية لا تزال حاضرة في الساحة السياسية العراقية. تدخل الحقيقة لأجهزة مخابرات ربما كثيرة تعبت المشهد السياسي العراقي الأمني، أيضا لا تزال هناك يعني ملف العصابات داعش أيضا يقلق القوات الأمنية العراقية بسبب وجودهم في مساحات جغرافية غير مسيطر عليها إلى الآن. القوات الجيش التركي ودخولها وبناء قواعد ويعني عملية قصفها المستمر، وهذا الملف الحقيقة أيضا يجب أن يتم الاعتناء والاهتمام به بشكل كبير، والذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والعراق قدم شكوى بهذا الصدد تحتاج إلى متابعة مهمة من قبل حكومة يعني حكومة دائمية لديها تمتلك كل الصلاحيات. هذا ما قصدت بصراحة ملف المياه الحقيقة اللي الآن يعني يقلق العراقيين، أنت الآن عندك ثروة الحقيقة حيوانية انتهت في العراق، الأراضي الزراعية يعني انتهت في العراق كلها من الثوابت سواء الخدمات او الجوانب الامنيه. كي نرسخ سياده العراق واهميته في المنطقه يجب ان نربط كل هذه المتغيرات. اشكرك شكرا جزيلا استاذ سعد اللامي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر، شكرا جزيلا لهذه الاثراءات، وشكر كثير لحضرتك استاذ عباس العرداوي رئيس مركز ارتقاء للدراسات الاستراتيجيه اثريه الحوار. نتواصل معكم بعد الفاصل مشاهدي الاحبه.
تأخر إقرار الموازنة يشل اقتصاد البلاد ويعطل عمل المؤسسات، وفي الصدارة إيقاف عجلة التنمية والاستثمار. مجددا حياكم الله. يعد إقرار مشروع الموازنة من قبل السلطة التشريعية الوسيلة الأساسية اللي تجعل الأموال متاحة للإدارات العامة الحكومية، ويجب أن يصدر قبل بداية السنة المالية، لكن التأخير في إقرار هاي القوانين أضحى أمر مألوف في العراق بسبب عدم الاستقرار السياسي. هذا الأمر اللي سرعان ما ينعكس على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في البلاد. نفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزملاء في غرفة الحصاد. في الوقت الذي كان من المفترض أن يجري التحضير حاليا لإعداد موازنة 2023، ما يزال إقرار مثيلتها للعام الحالي غائبا، فتعطل إقرار قانونها نتيجة غياب التوافقات المؤدية إلى استكمال تشكيل الحكومة ألقى بتأثيراته على السوق التجارية التي تعيش حاليا حالة كساد وارتفاع في مستويات التضخم نتيجة اعتمادها على النفقات الجارية وفق نظام الإدارة المالية المعمول به في حال تأخر إقرار الموازنة. ومع انقضاء أكثر من نصف السنة المالية للبلاد، يتحدث خبراء عن الصعوبة البالغة في تشريع قانون الموازنة الاتحادية، ويذهبون بخيار الموازنة لما تبقى من هذه السنة، خاصة وأن هناك متغيرات عالمية يجب أن تتماشى معها القوانين الاقتصادية بما يسهم في تحريك السوق ودوران عجلة الاستثمارات التي بتوقفها اضطر آلاف العمال إلى الانضمام لصفوف البطالة. وما يعزز من هذه الاحتمالات الخطرة لركود السوق أكثر هو استمرار تعطل المجلس النيابي عن أداء الدور المناطب به وغياب مشروع الموازنة عن جدول الأعمال، فهذا الفراغ التشريعي والتنفيذي من الممكن أن يصل لنهاية السنة الحالية، وهو ما يعني توقف رواتب الموظفين والمتقاعدين وكل النفقات العامة للدولة التي تعتبر المحرك الأساس للأسواق ابتداء من شهر كانون الثاني المقبل. فالضرورة القصوى اليوم تقتضي تشريعه، ويتم تدارك الأمر سريعا لارتباط هذا القانون بقوت الناس ولقمة العيش وتوقف العديد من المشاريع ذات الصفة التنموية، وما سببه هذا التأخير من هدر للمال العام ونقص الإيرادات نتيجة عدم تطبيق خطة حكومية تتضمن إجراءات تعظيم الموارد. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي، حياكم الله دكتور ضيفنا الكريم بحضرتك، وكذلك الأستاذ حيدر رشيد الباحث في الشأن السياسي، حياكم الله أستاذ حيدر ضيفا كريما. أبدأ مع حضرتك دكتور صفوان، يعني جنابك رجل اقتصاد ولكن الاقتصاد ارتبط بالسياسة، طبعا المال هو الذي يحرك السياسة، لكن احنا اصبحت السياسة هي اللي تحرك المال، فبالتالي اسالك سؤال ما اعرف هو اقتصادي او سياسي. نبدا من وزير المالية عندما استقال، حكومة تصريف اعمال ايامها معدودة ما بديهم شيء، يستقيل وزير مالية، طيب كل ذاك اللغط اللي اثير ما استقال الرجل، هسه بدا استقال، على اقل تقدير ما تشوف انه الاستقالة يجب ان تكون مسببة على اقل تقدير؟ يعني من الواضح ان يعني معالي وزير المالية يعني دارت في ذهني مجموعة عوامل أدت إلى الاستقالة، لكن الكلام بالاستقالة كلام عام، لأنه يعني نحتاج من معالي الوزير إلى تخصيص من هي الجهات التي قامت باستخدام النفوذ السياسي للأغراض الخاصة. كان يفترض مجلس الوزراء عندما تعرض عليه هذه الاستقالة أن تتحول للجهات القضائية، يعني لا تقبل الاستقالة إلا بعد أن
نشخص من هي الجهات التي تقف وراء الضغط على وزير أو على إدارة وزارة المالية. وأشار معالي الوزير إلى وجود يعني تراكمات للسنوات السابقة، هذا الموضوع أيضا يفترض أن يكون يعني من الذي ساهم في تراجع الاقتصاد العراقي أو عدم استثمار الموارد المتاحة. نستثمر يعني مثل هذه الاعترافات التحريرية لشخصية مثل وزير المالية في أن يفصح لنا عن من هي، لأن الحال هو في مواجهة الفاسدين والتحدي وليس في الانسحاب. يعني على مستوى قيادات في الدولة العراقية عندما يعني تهرب من أرض المعركة، من الذي سيتصدى للفساد؟ فعملية قبول الاستقالة بتقديري كانت مستعجلة، كان يفترض أن ترفق أدوات الإثبات لهذه الادعاءات، لأن الموظفين وزارة المالية حاليا متهمين بأنهم وضعوا تحت الضغط، وقسم منهم يعني الآن في الوظيفة العامة. هل يطلب الوزير من النزهاء أن يستقيلوا بالجميع؟ طبعا هذا مرفوض. فعلينا إدارة ملف الاستقالات والانتباه من قبل الحكومة على أي استقالة من أي جهة حتى لو كان صغار الموظفين. فعلا هناك جهات تحاول فرض إرادتها بتمشية بعض الأمور الخاصة ومحاربة من يتولى المسؤولية، والحل يعني النهائي هو أن يستقيل هذا الموظف. لكن على مستوى قيادة بالتأكيد يؤشر هذا أنه هناك خطر. أيضا على الحقيقة يعني الحكومة القادمة أن تحدد، يعني عندما يتولى شخص مسؤولية عليه أن يدرك الواقع، يعني لا يتفاجأ بالواقع، الواقع سيء، وعندما تقبل المسؤولية عليك أن تغير هذا الواقع، وليس يعني تمضي سنة إدارة الواقع كما هو عليه وهذه الشماعة استلمت تركة ثقيلة واستلمت أنه أمور يعني ما يقدر يسوي بها فشي. طيب أستاذ حيدر، جد ترحب بحضرتك. الدكتور صفان قصي طرح قضية مهمة جدا بأن يعني ملف الاستقالات يجب أن يدار بطريقة أذكى، وعندنا جهات رقابية وتحقيقية، هيئة نزاهة، ديوان رقابة مالية، لما وزير مالية كل الضغوطات اللي ماضية تحملها، هسه لما كانت حكومة تصريف أعمال يستقيل وبأمور غير مسببة. طيب يا أخي، أنت مثلا منين تخاف على سبيل المثال وأنت عندك جواز وعندك جنسية؟ بالتالي افصح عن هذه الضغوطات وعندك فت سقف حتى بعد الاستقالة تكون محمي. كيف تنظر إلى هذه الجزئية؟ نعم أستاذ أحمد، مساء الخير. مساء الضيف الزميل قصي والمشاهديكم الكرام، حقيقة موضوع الاستقالة أنا ما أعتقد هو ذاك الموضوع المهم جدا بقدر ما يترتب على هذه الاستقالة والدواعي وكيف تداعت الأمور لتقديم استقالة وزير المالية. نعتقد جوهر القضية هي الضغوطات السياسية. وزير المالية ما قدم الاستقالة إلا وجد نفسه عاجز عن تقديم الخدمات المالية وإدارة هذه الوزارة المهمة، الوزارة السيادية حقيقة. أنا أعتقد نقطة أخرى أنه ممكن الأمر اللي صدر للسيد الغزي وتكليفه بمهام إدارة قانون الأمن الغذائي، أنا أعتقد هنا المشكلة بالأس، المشكلة هنا باعتبار تم عزل وزير المالية عن إدارة هذه الأموال الطائلة اللي تقدر ب 25 مليار، وهذه مشكلة حقيقية. احنا الوزير لازم نعطيه مساحة يتصرف ضمن القانون، ضمن الأطر الدستورية، ضمن الأطر القانونية، حتى يستطيع أن يقدم خدمات للمواطن العراقي، حتى يستطيع أن يقدم خدمات للدولة العراقية، لمؤسسات الدولة العراقية. توجد هناك مشاكل حقيقية ومشاكل انعكست انعكاس حقيقي على حتى المدراء العامين وعلى حتى الوزراء بدليل تقديم الاستقالة من قبل وزير المالية. أعتقد أنه وزير المالية ما يستطيع يصرح بمن ضغط عليه خلال هذه الفترة حتى قدم استقالته. ممكن أن يسافر، وهذا اللي راح يحصل طبعا، أنه ممكن يسافر الوزير، راح تشوف هناك الكثير الكثير من المشاكل ممكن أن يذكرها بعد أن يغادر أرض العراق. هذه أهم المشاكل طبعا اللي ترتبت على الاستقالة. طيب الدكتور صفان، يعني
قارنا كثيرا وايضا اثارها استاذ حيدر الرشيد قضيه قانون الامن الغذائي من جهه وقانون الموازنه العامه من جهه اخرى. المواطن ايضا يتساءل ما مصيره بدايه السنه الجديده؟ قانون الغذائي يتضمن شقان، شق جاري وشق استثماري. حاليا الانفاق بدا على الشق الجاري، يعني مستحقات الكهرباء دفعت، فعندما يتم صرفها تدخل ضمن ميزان مراجعة وزارة الكهرباء. نعم. كأنفاق فعلي. قانون الإدارة المالية سنة 2019 يقول بأنه في حالة غياب موازنة، يعني لا توجد موازنة 2023، علينا أن نستمر بالإنفاق الجاري بنسبة 1 إلى 12 من الإنفاق الفعلي، بمعنى من الإنفاق سنة 2022. فهذا الإنفاق الجاري اللي بالغ يعني قد يكون 16 تريليون تضاف على 90 تريليون الجارية التي أنفقت خلال 2021، بمعنى أن إجمالي الإنفاق أكثر من 100 تريليون خلال عام 2023 في حالة عدم وجود موازنة. الأرصدة التي لا تستطيع الوزارات الاتحادية إنفاقها ضمن قانون الأمن الغذائي تدور إلى السنة القادمة، يعني لا ترحل كما هي في الموازنة، وإنما يمكن استمرار الإنفاق للأرصدة المتبقية. هناك الآن بعض الوزارات لم تستطيع إنفاق كامل المبالغ لأن القانون نشر بالوقائع العراقية، والآن هناك دعوة في المحكمة الاتحادية على هذا الموضوع، يعني يمكن التريث في عملية الإنفاق ريثما يكون هناك قرار نهائي. في حالة رد المحكمة الاتحادية لقانون الأمن الغذائي، الإنفاق يعتبر إنفاق غير قانوني، يعني وزارة المالية أنفقت من خلال سلف على اعتبار أن البرلمان صوت ونشر في الوقائع العراقية ثم أتى الطعن. ففي حالة يعني رد القانون من قبل المحكمة الاتحادية من الممكن يعني أن يكون هناك إضافة للتخصيصات خلال 2023 ويتم تسوية هذه المبالغ التي صرفت، بخلافه يمكن أن يعني توضع وزارة المالية أمام المساءلة لأنها أنفقت بدون وجود يعني نشر في الجريدة الرسمية، لكن بتقديري كانت محرجة وزارة المالية. يعني مستحقات الجانب الإيراني وتوقف إمدادات الطاقة تثير الشارع، فعملية أخذ سلفة من المصرف التجاري العراقي وتسديد المستحقات على اعتبار أنها سيتم تسويتها لاحقا هي مبرر قانوني، يعني والبرلمان صادق على القانون، لا أعتقد أن هناك مخالفة جسيمة، لأن هنا الإنفاق أو تجاوز التخصيصات كان بناء على وجود حاجة ضرورية للمجتمع. ويمكن تسويتها، هذا في افتراض أنه يعني المحكمة ستحكم بالبطلان، لكن بتقديري المحكمة ستمرر القانون لأن يعني الحكومة لم تطعن بجانب الإنفاق والبرلمان هو الذي قام بالتشريع. طيب أستاذ حيدر، يعني أيضا هذه جدلية جديدة تضاف إلى كل هذه الإشكالات. احنا نتحدث عن جيب المواطن، ولكن المواطن يرى النتيجة ما يرى التفاصيل. هذه التفاصيل لما نمشي على قانون أمن غذائي، محكمة اتحادية يجوز راح تنسخ كل ما تم اتخاذه من إجراءات، إشكاليات كبيرة جدا. يعني احنا عندنا فصل بين السلطات، بس الفصل بين السلطات معناه كل واحد يشتغل وحده أو ضدية الآخر، يعني قضية عويصة. نعم، حقيقة المواطن ما يعني كل هذه التجاذبات بين هذه المؤسسات بين السياسيين. المواطن يحتاج إلى فرصة عمل حقيقية، من واجب الدولة العراقية خلق فرص عمل. هسه مرة تيجي فرصة العمل من باب التعيين، مرة أخرى من باب الاستثمار، وأنا أرجح باب الاستثمار. طبعا قبل قليل السيد الضيف قصي أنه تطرق إلى موضوع الاستثمار. أنا أعتقد الدولة العراقية فشلت فشلا ذريعا بخلق بيئة آمنة للاستثمار. أعتقد ما يعني موضوعة الاستثمار غادرناها بالعراق، هسه لظروف سياسية لظروف أمنية أنه ممكن هذا موضوع آخر. فمن واجب الدولة أنه تقدم الرعاية والاهتمام والخدمات للمواطن العراقي من باب فرصة العمل والبنى التحتية. البنى التحتية متهرئة، ما يستطيع أي مواطن عراقي
أن حقيقة أن يصرح بجدلية البنى التحتية، يعني بنى تحتية منهارة حقيقة، أنه مشكلة المشاكل بالعراق أنه هي مشكلة الخدمات. المواطن العراقي يبحث عن خدمات ويبحث عن فرصة عمل حقيقية، ما يعني كل المشاكل والتجاذبات التي تحصل بين السياسيين ناهيك عن مؤسسات الدولة مثل ما ذكرت حضرتك، السلطة التنفيذية التشريعية القضائية، مع العلم أنه يجب أن تتضافر الجهود بين هذه السلطات الثلاث حتى يقدمون خدمات يلمسها المواطن العراقي بشكل جدي، حتى لا يكون ناقم مثل ما نشاهد الآن. المواطن العراقي هو ناقم على هذه الأحزاب، بدليل أنه نسبة المشاركة بالانتخابات الأخيرة أنه ممكن نقول 40%، أي بمعنى 60% هو ناقم على هذه الأحزاب أو هذه الحكومات التي تعاقبت على الدولة العراقية، وهذا يعتبر رأي سياسي من قبل هذه الأغلبية الصامتة. طيب نعم استاذ دكتور صفوان، يعني نعم. لما يتاخر اقرار الموازنه، عندنا هدر بالمال العام من جهه، عندنا نقص في الايرادات، عندنا عدم صرف هذه الاموال وفق خطه حكوميه، اصلا هي حكومه تصريف اعمال، نعم. بالتالي هذه الاشكالات هسه يجوز عندنا يعني اشكالات بسيطه، ولكن بمرور الزمن شلون راح تتفاقم من وجهه نظر اقتصاديه؟ طبعا لا يوجد لدينا نقص في الايرادات، بل بالعكس حاليا هناك زياده بالايرادات بمعدل يعني 10 مليار دولار فما فوق. العراق ايراداته الشهريه، استثمار الايرادات في هذه النقطه الزمنيه تحتاج الى برنامج يعني مهني، تستطيع الحكومه القادمه وضع اهداف وتمول هذه الاهداف. يعني ما يعاب على او ما واجهت الحكومات السابقه كانت تنتظر ايرادات النفط لكي تمول المشاريع. حاليا هناك يعني فائض ما لا يقل عن 82 مليار دولار في البنك المركزي، وامكانيه تحرير جزء من هذا الفائض باتجاه مشاريع استثماريه وتمويلها بكامل، وليس انتظار ايرادات النفط. بمعنى اننا بحاجه طبعا الى 100 مليار دولار لربط ميناء الفاو بالاتحاد الاوروبي. 100 مليار دولار تعني بنيه تحتيه، طرق، مدن صناعية، وقطارات، لأن ميناء الفاو سيكمل خلال السنتين القادمة، فعليه أن يعمل. كيف يعمل بدون هذه الوسائل؟ علينا تخصيص ما لا يقل عن 100 مليار دولار. التمويل قد يكون حكومي وقد يكون من خلال عراقيين، من خلال سوق العراق الأوراق المالية، من خلال المصارف العراقية. هذا مشروع استراتيجي ينقل الاقتصاد العراقي ويخلق فرص عمل مستدامة، يعني ليست متوقفة. أيضا موضوع الكهرباء والانتهاء من ملف الكهرباء واستثمار الطاقة الشمسية يحتاج إلى تمويل، فوجود وفرة مالية في هذه اللحظة الزمنية، وجود حكومة مهنية تفكر في استثمار الوفرة في الجانب الاستثماري وليس في الجانب الجاري، لأن الجانب الجاري بالتأكيد أرهق الموازنة العراقية. أيضا تقوية الدينار العراقي في المرحلة القادمة تحتاج إلى برنامج، يعني ليس شعار. ما هي أدوات الحكومة القادمة في دعم الدينار العراقي؟ ما هي منافذ الدعم؟ مثلا العراق الآن شبه معطل على مستوى صناعة الاسمنت، قد تكون دخل جديد. الغاز العراقي من الممكن أن يربط بالاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي الآن بحاجة إلى الغاز العراقي. الصين حاليا تعرض جميع الخدمات في العراق مقابل أن يستدام النفط. فعملية التفكير بعقلية الاستثمار كما أشار الضيف هي الحل، لكن من هي الجهات التي تتحرر من المنفعة الخاصة باتجاه المنفعة العامة؟ علينا يعني اختيار عراقيين يستطيعون التفكير بالأجيال القادمة بعيدا عن مصلحتهم الخاصة. اللي يفكرون بهذا الموضوع هم تنفيذيون أستاذ حيدر، بالتالي تأخير تشكيل الحكومة هل فيه ضرر على المواطن العراقي وفقا لما تفضل به الدكتور صفوان من هذه المعطيات الاقتصادية والمالية؟ نعم أكيد. تعرف حضرتك وكل المشاهدين الكرام يعرفون جميع المتتبعين للمشهد السياسي، السياسة والاقتصاد يسيران بخطين متوازيين، متى ما تلكأ أحد هذه الخطوط انعكس على الآخر وجعل هناك ارتدادات، بدليل أنه العراق الآن في أزمة سياسية وفي انسداد، بل ممكن أن أسمي لك إياه انهيار سياسي، انعكس على السوق العراقي. السوق العراقي يوجد فيه انكماش إلى حد كبير،
حركة السوق متردية جدا، المواطن العراقي لا يشعر براحة تجاه سوق العمل، شباب جالس من دون فرصة عمل تذكر حقيقة، المقاهي ممتلئة إلى حد كبير، وبالنتيجة هذه انعكاسات للعملية السياسية، ولا يوجد برامج حقيقية تقدمها هذه الأحزاب. نقطة حبيت أن أذكرها، هذه الخلافات التي تحصل بين هذه الأحزاب المتصارعة لا تختلف على أصل المشكلة، لا تختلف على البرامج، من يقدم إلى المواطن أكثر، بل الخلاف ممكن أن أسميه وخلاف من أجل السلطة، خلاف من أجل المغانم، مهما يكون خلاف السياسة، ولكن نتحدث عن مهام الحكومة. يعني إحنا في ظل غياب حكومة نعم. تصريف أعمال ليس لديها صلاحيات، و حكومة غائبة عن التشكل أو التشكيل، بالتالي أهمية ملف تشكيل الحكومة كم تنظر إليه من الجدوى الاقتصادية؟ نعم أستاذ أحمد، مهم جدا أنه تشكيل حكومة حقيقية منتخبة من قبل مجلس النواب، هذا مهم جدا، يقدر يتحرك بكل أريحية، ممكن أن تطلق الأموال، ممكن أن يصوت على قانون الموازنة حتى يكون هناك وفرة مالية وتستغل، بالنتيجة راح تلقي بظلالها على المواطن العراقي. لدينا أزيد من 5000 مشروع متلكئ حقيقة، من أين يأتون بهذه الأموال؟ إذا مثلا ركننا إلى موضوع قانون الإدارة المالية رقم 6 ل 2019 المعدل، أنا أعتقد كلما كانت هناك حكومة منتخبة بكاملة الصلاحيات، أنا أعتقد راح يلمس المواطن العراقي هذه الحكومة وهذه الإيجابيات من خلال تشكيل الحكومة وتلقي بظلالها حتى على السوق العراقية، وممكن أن نشهد استقرار اقتصادي سياسي أمني وما إلى ذلك من أمور ممكن أن نتحدث بها. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حيدر رشيد الباحث في الشأن السياسي، وأشكر كثير حضرتك الدكتور صفوان قصير خبير المالي والاقتصادي، شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.